الخير على حضراتكم وأهلا بكم. بنحتفل جميعا هذه الأيام بذكرى مرور 7 سنوات، 7 سنوات من العطاء والتضحية، 7 سنوات من الإعمار ومن الإنجازات، 7 سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم. الحقيقة من ضمن الإنجازات العظيمة اللي حصلت في مصر هي تمكين المرأة، ويمكن دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيستخدم كلمة عظيمات مصر، والحقيقة ده ما كانش مجرد وصف بيستخدمه سيادة الرئيس وهو بيتكلم عن المرأة، ولكنه كان منهج عمل طوال 7 سنوات لدولة كبيرة وعظيمة ولقائد عظيم بيدرك قيمة المرأة المصرية. عظيمات مصر وصف كان بيظهر في كل قرار بياخده الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح سيدات مصر، وفي كل مناسبة بيشيد فيها الرئيس بالمرأة المصرية. شفنا معنى الوصف ده في مقابلة السيد الرئيس لسيدات مصر المكافحات، الحاجة زينب، فاكرينها؟ الحاجة زينب اللي اتبرعت بحلقها لصندوق تحيا مصر، وكمان الحاجة صيصة المكافحة اللي فضلت 40 سنة تلبس لبس الرجالة عشان تشتغل وتصرف على بيتها، ومنى السيد، الفتاة الجدعة اللي بتجر عربية مليانة بالكراتين، وغيرهم كتير. سيدات مصر عظيمات وأدع، ورئيس الحقيقة كان حريص أنه يقابل النماذج العظيمة دي وكمان يحييها ويكرمها في كل مناسبة ويشيد بدورها العظيم. وطبعا ما ننساش أبدا العظيمات أمهات الشهداء اللي قدموا طبعا ولادهم فداء للوطن في كل مناسبة. السيد الرئيس كان بيوجه لهم كل التحية والتقدير، كمان الدولة المصرية بتقدم لهم كل الدعم. عظيمات مصر وصف كانت ترجمته في قرار تاريخي عظيم صدر مؤخرا ببدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة بداية من شهر أكتوبر القادم إن شاء الله، وكانت ترجمته في حصول المرأة على 162 مقعد في البرلمان، وحصولها كمان على 8 حقائب وزارية وتصدرها لمشهد العمل العام والسياسي والاجتماعي. الحقيقة احنا أمام رئيس وقائد يحترم المرأة المصرية ويقدرها ويدرك كمان قيمتها العظيمة وأهميتها في بناء المجتمع وفي بناء الوطن وأيضا في حركة التنمية. النهاردة في فقرتنا الرئيسية هنتكلم باستفاضة عن حصاد 7 سنوات في دعم وتمكين المرأة المصرية، لكن خلونا دلوقتي نتكلم عن الخطوات اللي بتحصل كمان في مصر وإزاي مصر بتساعد الأشقاء. يعني النهاردة أكيد حضراتكم تابعتم الخطوات المصرية الفعلية لإعادة إعمار غزة، وده اللي بيأكد مرارا وتكرارا أن مصر لا تجيد سوى لغة الفعل وما تعرفش أبدا الكلام وخلاص، وده مش بنشوفه بس تجاه أشقائنا لكن بنشوفه كمان داخل مصر، أن احنا في يوم وليلة بنلاقي مشاريع وإنجازات عظيمة على أرض الوطن ما كناش أبدا بنسمع عنها لأن احنا ما عندناش وقت للكلام، لكن الفعل دايما هو اللي بيترجم. النهارده وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي عبرت منفذ رفح معدات هندسيه واطقم مصريه لقطاع غزه، وده المساهمه في ازاله الانقاض وركام المنازل المهدمه، وده طبعا في اطار التخفيف عن مواطني القطاع وسرعه اعاده الحياه الى طبيعتها وبدء اعاده الاعمار. في ضوء ده طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان ده كان اعلنه السيد الرئيس من التزام مصري بسرعه تحسين الاوضاع المعيشيه لسكان القطاع. أبناء الشعب الفلسطيني رحبوا عصر اليوم بالأطقم الهندسية المصرية اللي دخلت إلى القطاع قبل قليل، وللبدء طبعا في عملية إزالة الأنقاض وركام المنازل زي ما قلت لحضراتكم، وأبرزت كمان صور ومقاطع فيديو استفاف المواطنين الفلسطينيين البسطاء من نساء ومن أطفال ومن شيوخ وهم بيرفعوا علم مصر وبيلوحونا بعلامة النصر، وده طبعا ترحيبا بالأطقم الهندسية المصرية مرددين عبارات تحيا مصر وعاش الرئيس السيسي. خلينا نتكلم أكتر عن هذا الموضوع، ماذا سيحدث وماذا بعد هذه الخطوة. معنا دلوقتي الكاتب الصحفي دكتور أسامة السعيد نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار. مساء الخير. أهلا بحضرتك. النهاردة طبعا بدأت الخطوات الفعلية لبدء إعادة إعمار غزة، ماذا بعد وما هي رسالة؟ خليني ابدا من الاجابه ما هي الرساله. يمكن حضرتك اشرتي في المقدمه ان مصر لا تعرف غير لغه الافعال. مصر تدعم القضيه الفلسطينيه بالفعل قبل القول زي ما سياده الرئيس اكد وزي ما اللافتات اللي ارتفعت في قلب غزه اكدت.
مصر لا تضيع وقتا في دعم الأشقاء الفلسطينيين، منذ وعد سيادة الرئيس بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني مصر تتحرك على كل المستويات السياسية الدبلوماسية والأمنية، وأيضا على المستوى إعادة الإعمار ودعم الأشقاء في غزة بكل ما أوتينا من قوة. يمكن شفنا خلال زيارة الوفد الأمني رفيع المستوى بقيادة الوزير عباس كامل إلى فلسطين وإلى إسرائيل، رأينا دعما واضحا ولغة واضحة مصرية لدعم الأشقاء في فلسطين، دعم مصر ووقوفها المطلق مع حقوق الشعب الفلسطيني. وبالتالي مصر بدأت العمل فورا، تم وضع حجر الأساس لمدينة مصر في قلب غزة لتكون بمثابة لمسة حانية على من فقدوا منازلهم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع. مصر اليوم بتتحرك خطوة أيضا إلى الأمام، شهدنا الأسابيع الماضية والأيام الماضية دخول مزيد من المساعدات، شهدنا دخول أكبر قافلة مساعدات في تاريخ القطاع، أكثر من 3000 طن من المساعدات من خلال صندوق تحيا مصر، رأينا دخول مجموعة من أو كميات كبيرة من مواد البناء ومستلزمات البناء، واليوم رأينا مجموعة كبيرة من القوات أو قافلة كبيرة من معدات البناء والتشييد التي ستمهد الأرض لإعادة الإعمار. الطواقم المصرية الهندسية، رأينا وفد رفيع المستوى من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقف على أرض الواقع وعلى احتياجات القطاع وعلى المتطلبات الفنية اللازمة لإعادة الإعمار. وبالتالي الرسالة مهمة جدا أن مصر لا تضيع الوقت، مصر لا تعرف الشعارات، مصر تعرف لغة العمل والتنفيذ والفعل، وأعتقد أن الموقف الرسمي المصري والموقف الشعبي المصري لا يحتاج إلى تأويل أو إلى تفسير. مصر عبرت عن نفسها بكل قوة، عن انحيازها الكامل للشعب الفلسطيني، وأعتقد أن الأيام المقبلة ستشهد مزيد من الزخم ومزيد من الدعم في هذا الإطار. مصر تستقبل خلال أيام مزيد من قيادات الشعب الفلسطيني لتتحاور حول الخطوات المقبلة من أجل إعادة بناء اللحمة الفلسطينية. مصر أيضا ستواصل العمل على الأرض من خلال مزيد من الطواقم الفنية والمزيد من دخول المعدات والتجهيزات والمواد البناء اللازمة لإعادة إعمار القطاع، تنفيذا لمبادرة الرئيس تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. وبالتالي أعتقد الرسالة واضحة وصلت لكل العالم، مصر في قلب فلسطين وفلسطين في قلب مصر، وبالتالي المسألة لا تحتاج إلى تأويل. مصر الرسمية ومصر الشعبية تقف كتفا إلى كتف بجوار الشعب الفلسطيني الشرقي. طبعا دور مهم جدا لمصر أنها تقف بجانب غزة في إعادة الإعمار. تقريبا كم من الوقت سيستغرقه بناء أو تجديد مرة أخرى ما يحدث في غزة، وإزاي بقى أهالي غزة يحافظوا على يعني المكان نفسه ويحافظوا على بيوتهم ويحافظوا على ما تحقق على أرض الواقع؟ يعني فيما يتعلق بالمدة الزمنية المطلوبة، الحقيقة ده يتوقف على كم الأعمال اللي هيتم إنشائها وكم التوافر الاحتياجات أو الوضع على الأرض، لكن أنا أعتقد أنه بالإرادة المصرية القادرة على اختصار الزمن والقادرة على تحقيق إنجاز في أسرع وقت ممكن، المسألة ربما لن تتجاوز بضع شهور. ربما سنجد صورة مغايرة تماما لما رأيناه في قطاع غزة عن الأيام السابقة، ربما سيتغير وجه القطاع المحاصر منذ سنوات طويلة وسيعرف الابتسامة لأول مرة منذ سنوات طويلة بفضل العمل المصري وبفضل الجهد المصري وبفضل الدعم المصري. الشق الآخر من السؤال هو الحقيقة سؤال مهم جدا، كيف نحافظ على ما تحقق وما سيتحقق خلال الفترة المقبلة؟ التأثير الشخصي بالتأكيد، لأنه في النهاية هذه المسألة لا يمكن أن تتكرر كل يوم، وهذا العمل الجبار والجهد الكبير لا يمكن أن يذهب في مهب الريح نتيجة بعض المغامرات أو بعض القرارات غير المحسوبة. أعتقد أن التأمين الأول لما سيتحقق على أرض غزة هو إعادة بناء اللحمة الفلسطينية وإعادة توحيد البيت الفلسطيني ليكون هناك قرارا فلسطينيا موحدا. هذا الحقيقة رغم أنه جهد سياسي لكنه بيضمن رشد القرار الفلسطيني والتعامل مع الكثير من المتغيرات بعيدا عن الفكر الفصائلي أو بعيدا عن فكرة المزايدات ما بين أطراف في مواجهة أطراف أخرى. وبالتالي تأمين ما تقوم به مصر وتأمين ما سيتحقق على أرض قطاع غزة هو سياسي في المقام
الأول. ثانيا المسألة تحتاج أيضا إلى عمل وإلى مساندة وإلى دعم للجهود المصرية. مصر صحيح أنها يعني ألقت بثقلها في هذا الملف، لكنها أيضا بتفتح المجال وبتفتح الطريق لمزيد من الدعم ومزيد من المساندة. ويجب أن نرى الدعم العربي والدعم الإسلامي وكل الشعوب المحبة للسلام وكل الشعوب المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني تقف إلى جوار مصر ومن وراء مصر، لأن الحقيقة هذه لحظة يجب أن تعبر فيها كل الأطراف التي تتحدث عن دعمها للقضية الفلسطينية بلغة الوقائع وبلغة التنفيذ وبلغة الأفعال وليس لغة الأقوال كما تعمل مصر. وبالتالي مصر أيضا بتفتح الطريق أمام المزيد من الدعم وأمام المزيد من المساندة، وإن توفر هذا الدعم والمساندة أنا أعتقد أنه ده يكون داعم وبشدة لمزيد من التحسين ومزيد من البناء وإعادة الإعمار، وليس فقط إعادة إعمار المباني. قطاع غزة الحقيقة لا يحتاج فقط إلى إعادة بناء البنية التحتية المهدمة والمتهالكة، لكنه أيضا يحتاج إلى مشروعات لتوفير فرص عمل لتحسين الأحوال الاقتصادية والمعيشية لأبناء القطاع. يحتاج ونرجع نقول إن الأهم يا دكتور أسامة إن الناس بقى يعني أهالينا في غزة يحافظوا على هذه الإنجازات يعني، وعدم المرة أخرى المساس بكل هذه الإنجازات اللي تحققت على أرض الواقع. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي دكتور أسامة السعيد نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار. طيب النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد الطريق الدائري، احنا بقالنا فترة الحقيقة بنشكو من ان وجود بعض الإصلاحات على الطريق الدائري. كل شكوى لو أقول لحضرتكم بتوصل للسيد الرئيس إزاي؟ لأن احنا الحقيقة في بلد مختلفة وفي عصر مختلف، مفيش حد بيتضايق بيشتكي إلا ما كل الكلام بيوصل للسيد الرئيس. النهاردة في جولة قام بها السيد الرئيس لمتابعة المشروع القومي للطرق زي ما بيحصل كل جمعة، ولكن النهاردة كان تحديدا الطريق الدائري، الصيانة الشاملة لهذا الطريق حول القاهرة الكبرى، اللي بيحصل الخطوات هيخلص إمتى علشان الناس بدأت تتضايق، فكل ده بيتابعوا السيد الرئيس بنفسه. النهاردة كمان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال إن الرئيس السيسي توقف ليناقش المسؤولين في بعض مواقع العمل في عدد من قطاعات الطرق خاصة الطريق الدائري زي ما قلت لحضراتكم، والجارية لتوسعة كوبري المنيب العلوي على النيل، وتابع كمان سير الأعمال اللي هتسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، وكمان تقليل زمن رحلات التنقل وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات والحد من الآثار البيئية السلبية. الحقيقة كمان النهاردة تفقد الرئيس عملية تطوير طرق ومحاور المنطقة المحيطة بحي الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو أبي، واللي من شأنها تحقيق سيولة مرورية عالية وسلاسة في التحرك وخفض معدلات الحوادث. وزي ما قلت لحضراتكم بعد ما تخلص إحنا هنحس قد إيه بحجم تقليل الزحام وبحجم الإنجازات اللي حصلت، والحقيقة هيبقى في تدفق سريعة جدا وتوسعة للحارات المرورية، وبالتالي هيقل الازدحام على الطريق الدائري لأن هو كان في شكوى منه على مدى فترات طويلة سنين كمان ماضية، وهيقلل كمان الحوادث ودي نقطة مهمة جدا الحقيقة. فكل ما بيحصل تطوير كل ما بيقل الحوادث وكل ما بتقلل طبعا نسبة الازدحام والاختناقات المرورية اللي كلنا كنا بنعاني منها. برضه لسه بنتكلم على الانجازات. الحقيقه واحنا بنتكلم دلوقتي على الانجازات عايزه اقول لكم ان احنا يعني والنقطه دي تحديدا يمكن يحس بيها ساكني مدينه ناصر ومصر الجديده تحديدا. كان دايما في الفتره الماضيه يبقى في اتجاه كده يقولوا لازم ننقل بقى نروح مكان تاني، نروح فين؟ نروح التجمع الخامس. عدد كبير جدا الحقيقه من ساكني مدينه ناصر ومصر الجديده راحوا التجمع الخامس. النهاردة التجمع الخامس عدد كبير جدا من السكان بقوا موجودين فيه تقريبا وصل لتسعة مليون، ولسه كمان طبعا مع زيادة الإنشاءات اللي بتحدث في التجمع الخامس أعتقد أن النسبة كبيرة جدا من السكان هتكون موجودة هناك. طب الحل إيه؟ الحل وجود متنفس آخر وهو العاصمة الإدارية الجديدة. العاصمة الإدارية الجديدة على الإنجازات اللي بتحصل فيها في الفترة الحالية من المفترض أنها تستوعب 15 مليون أو أكتر من الساكنين، يعني اللي هم اشتروا بقى واللي هيروحوا ولسه طبعا في مراحل قادمة.
دلوقتي في عدد كبير جدا من الأماكن خلصت، أعتقد الحكومة بدأت تستعد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. العاصمة متنفس آخر لتقليل الازدحام وتقليل طبعا الاختناقات المرورية، والحقيقة ده كلنا كنا بنطالب به في الفترات الماضية. طيب خلونا دلوقتي نشوف عرض معلوماتي عن العاصمة الإدارية الجديدة ونرجع نكمل مع حضراتكم. عشان نعرف بقى ايه اللي اتحقق في العاصمه الاداريه الجديده لغايه دلوقتي، ابرز المشروعات وايه اللي فاضل، معانا دلوقتي المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزاره الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني في مراحل اعتقد كده في العاصمه الاداريه الجديده، احنا وصلنا لغايه فين وخلصنا ايه وايه اللي فاضل؟ يعني زي ما حضرتك تفضلت في المقدمه الجميله والصور الحلوه والمعلومات اللي شفناها على الشاشه عن حضرتك دلوقتي، وزارة الإسكان حقيقة بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من بتكلم في آخر 4 5 سنوات. المرحلة الأولى دي حضرتك من العاصمة الإدارية الجديدة اللي هي مساحة العاصمة كلها 170,000 فدان، إحنا اشتغلنا في 40,000 فدان اللي هو المرحلة الأولى. وزارة الإسكان بدأت فيها الأسبقية الأولى العاجلة للتنفيذ، ونفذت مجموعة من الأحياء السكنية وحزمة من المشروعات التنموية والمرافق الذكية في المدينة. والحقيقه وزاره الاسكان ممثله في هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده بتنفذ حاليا، وانهت بالفعل تنفيذ يمكن 92% من الحي السكني الثالث اللي هو الكابيتال ريزيدنس ار 3 زي ما هو معروف عند الكثير من المتابعين للاعمال في العاصمه. والحي ده يعني احنا بنتكلم حوالي 1000 فدان تقريبا، بيتنفذ فيه حوالي 20,000 وحده سكنيه مختلفه الانواع، من مساحات لعمارات سكنيه لوحدات سكنيه لفيلات توين هاوس تاون فيلا. وزارة الإسكان برضه بتنفذ حي سكني آخر حاليا الحمد لله الإجراءات فيه والتنفيذ فيه على قدم وساق 24 ساعة، الحي السكني الخامس اللي هو نيو جاردن سيتي، وده برضه على الطراز المعماري الجاردن سيتي اللي معروف في القاهرة، وطراز معماري حديث، وطبعا باستخدام طبعا المرافق الذكية والأدوات الحديثة في المعايير العالمية في التنفيذ، وده مساحته يمكن بنتكلم في حوالي 800 فدان تقريبا. وطبعا الحمد لله تم تنفيذ مرافق المرحله الاولى اللي هي 40,000 فدان، المرافق الكامل ميه وصرف واتصالات وكهرباء، وشغالين فيها بشكل قوي جدا، وطبعا الحمد لله تم تشغيل جزء منها كبير علشان استعدادا للانتقال للحكومه والخدمات اللي هتكون موجوده في المكان. عندنا طبعا وزاره الاسكان شغاله برضو في مشروع ضخم وحضراتكم بتتابعوه معانا باستمرار، مشروع المنطقه المركزيه للاعمال، ده على مساحه حوالي 170 فدان، وده يعتبر حاجه ايقونيه اول مره تحصل في مصر، ناطحات سحاب من نوع جديد، مباني اداريه على مستوى عالي جدا ومعايير عالميه، مباني سكنيه بنتكلم في حوالي 20 برج بيتوسطهم طبعا البرج الايقوني بنتكلم 10 ابراج اداريه وانشطه اداريه وتجاريه وحوالي 5 ابراج سكنيه وبعض الابراج الفندقيه والخدمات الفندقيه الاخرى، وزائد طبعا الريتيل ستورز والمولات والمحلات التجاريه اللي هتبقى تخدم سكان العاصمه ورواد العاصمه فيما بعد من بره، من جوه مصر ومن بره مصر كمان ان شاء الله. وطبعا بيتوسطهم البرج الايقوني اللي هو ارتفاعه ان شاء الله، احنا قربنا على انتهاء الجزء الجسم الخرساني للبرج بارتفاع حوالي 685 متر، وده طبعا ان شاء الله يعني هيكون حاجه مشرفه جدا واول مره تحصل في مصر، وهيكون ان شاء الله اطول برج في افريقيا بعد انتهائه باذن الله. المفروض هيخلص امتى المفروض؟ احنا حضرتك طبعا يعني كان في خبر جميل جدا نشرناه النهارده الصبح بالاجتماع السيد الوزير دكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه مع احد الشركات العملاقه الرائده في تنفيذ واداره وصيانه وتشغيل وتسويق مثل هذا النوع من المشروعات، علشان احنا خلاص ان شاء الله بدايه نهايه من العام الحالي وبدايه من العام القادم هنبدا نستلم من الشركه المنفذه بعض الابراج.
وبتشطيباتها بالواجهات. احنا على نهايه العام ده ان شاء الله هتكون الواجهات بالكامل خلصانه ما عدا جزء في البرج الايقوني الواجهات الزجاجيه. بالتالي مراحل الاستلام دي محتاجه كيان ضخم يدير المنظومه دي. احنا اول مره بتنفذ حاجه زي كده في مصر. فالحقيقه الدكتور عاصم اجتمع مع الشركه امبارح واجتمع بالمتابعات المستمره اللي بيتم في خطه التشغيل والصيانه والاداره والتسويق اللي هتحصل على مستوى عالمي. وطبعا لانه المشروع طبعا كان تاكيد سياده الوزير امبارح في الاجتماع انه ما دام ده مشروع عالمي وبيتم تنفيذه بمعايير ومقاييس عالميه تنفيذا لتعليمات فخامه الرئيس في اكثر من لقاء، انه تنفيذ مشروعات مصر لازم تكون بالمطابقه ومتوأمه للمشروعات العالميه بالكامل. بالتالي تم عرض الخطه امبارح علشان ان شاء الله نبقى على مشارف التشغيل ونعمل زي قاعده جذب استثماريه قويه للشركات المحليه والوطن العربي والشركات العالميه ان شاء الله. ان شاء الله. يعني المشروع له اطلاله جميله جدا على مشروع اخر بتنفذه الوزاره اللي هو الحدائق المركزيه على مساحه 1000 فدان، وده طبعا برضه اول مره ينفذ في مصر بالحجم ده. حدائق ثمان حدائق عملاقه على مساحه ضخمه هتكون متنفس لكل 170 الف فدان يا باشمهندس. المفروض عدد السكان المستهدف عدد السكان بقى المستهدف في العاصمه المفروض يبقى كام؟ زي ما حضرتك قلتي في المقدمه احنا كان المستهدف في المخطط المحدث الاخير 6 مليون نسمه ان شاء الله. قليل قوي طبعا. لكن احنا طبعا حضرتك طبعا في معايير عالميه للموضوع ده وفي مقاييس عالميه للموضوع ده بيتم تنفيذه، وطبعا في خبراء قائمين. يعني احنا يوميا في تطوير، احنا بنتكلم في حاجه اول مره تحصل 170 الف فدان حضرتك مساحه ضخمه جدا. ففي معايير عالميه بتطبق وفي خبراء قاعدين على المخطط باستمرار بيعملوا له تحديث وبيكملوا طبقا لاحدث ما توصل له العلم في انشاء المجتمعات العمرانيه الحديثه. علشان كده قدرنا ننفذ مشروعات بالحجم ده، وقدرنا ننفذ مشروع النهر الاخضر الحدائق المركزيه علشان يتطابق مع المعايير العالميه في جوده الحياه للمواطن المصري. المفروض امتى بقى الحكومه هتجتمع هناك؟ احنا كنا سامعين انها من قريب كده كانت هتجتمع وبعدين عمالين تاجلوا، امتى؟ حضرتك طبعا ده ملف بيدار وبيشرف عليه شخصيا دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واحنا اخر معلومات عندنا والخطه التنفيذيه اللي شغاله حاليا على مستوى الوزارات ووزارتنا كوزاره اسكان ان احنا يعني ان شاء الله بنهايه الشهر 6 هنبدا على مراحل، نبدا تجهيزات وتشغيل المقرات الاداريه للوزارات. وطبعا ان شاء الله ده بالتنسيق باستمرار مع جميع الجهات المعنيه في العاصمه الاداريه الجديده وشركه العاصمه الاداريه الجديده. وطبعا يعني بنتشرف باشراف دوله رئيس الوزراء على الموضوع الانتقال بنفسه. فطبعا باستمرار احنا هيكون عندنا معلومات حديثه وهيكون عندنا مع حضراتكم طبعا متابعات مستمره باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق دايما. بشكرك شكرا جزيلا مهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزاره الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه. اعتقد احنا في اقتراب يعني للانتهاء من الحي الحكومي وانتقال الحكومه، من المفترض انها يعني على شهر 7 ان شاء الله زي ما قال الباشمهندس عمرو تنتقل الحكومه الى العاصمه الاداريه الجديده. طبعا اتاخرنا سنه عن الميعاد المحدد بسبب كورونا، كورونا دي اخرتنا في حاجات كتير، بس ان شاء الله يعني تعدي بقى هذه الايام على خير ونرجع تاني نكمل انجازاتنا. واحنا بنتكلم كمان على الانجازات، يا ترى ايه اللي بيحصل في سينا؟ يا ترى احنا سايبين سينا من غير تنميه ولا انجازات، ولا احنا بس اللي بنتكلمش؟ لان دايما احنا كل خطواتنا بتكون خطوات ثابته على ارض الواقع بدون ان يكون هناك حديث كثير جدا بالكلام، لاني ما فيش وقت للكلام زي ما حضراتكم عارفين. طيب بلغه الارقام، ماذا حدث في سيناء؟ سيناء من 2014 حصل استثمارات كبيره جدا في مشروعات التنميه فيها، زادت بنسبه تصل الى 415%، يعني عدد كبير جدا من التنميه اللي احنا كنا متوقعينها في سيناء بل اكثر كمان. من المفروض ان يكون في عدد كبير جدا كمان من الانجازات. التعمير في سيناء على قدم وساق، احنا وصلنا لفين؟ ده هنشوفه في العرض المعلوماتي اللي جاي ونرجع نكمل مع حضراتكم.
معنا دلوقتي عبر الهاتف المهندس عمرو عبد الهادي، رئيس المكتب الفني بالجهاز المركزي للتعمير. مساء الخير يا باشمهندس. مهندس عمرو، مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك استاذ المشرف. اهلا بيك. قول لنا ايه اللي بيحصل في سينا من تنميه، ايه اللي اتغير على ارض سينا، اللي وصلنا لغايه فين؟ يعني يمكن في تغيرات كتيره قوي بتحصل لكن مش واصله للمشاهدين، فنحب نعرف بقى ايه اللي بيحصل من انجازات على ارض سينا دلوقتي. طبعا انت عارف حضرتك سينا بتمثل 6% من مساحه مصر وتعتبر بوابه مصر الشرقيه. سينا ليها بتمتاز بموقعها الجغرافي المتميز وتمتاز بموارد طبيعيه بتشجع عمليه التنميه والاستثمار. كان يعتبر هدف استراتيجي للدوله تنميه سينا، لان تنميه سينا بتؤدي الى حمايه حدود مصر الشرقيه وبتساهم في تنميه الاقتصاد القومي، بالاضافه لان هي بترفع المستوى الاقتصادي لاهالينا الداخل فيه. الدولة أنفقت حوالي 650 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 لغاية الوقت الحالي، مشروعات كتيرة في جميع المجالات، جميع أجهزة الدولة بتتضافر جهودها لتنمية سيناء. يعني احنا عندنا بداية من الأنفاق الجديدة لعبور قناة السويس، كانت مشكلة كبيرة جدا عندنا في سيناء، عملية ربطها بالوطن الأم. كان ما كانش عندنا غير تقريبا كوبري دايم ونفق احمد بدوي، الحمد لله بقى في ثلاث مجموعات انفاق، المجموعه الاخيره هتخلص ان شاء الله على 30/6، جنوب بورسعيد وفي الاسماعيليه وفي السويس، ودي بتعمل على ربط سيناء بمدن القناه والدلتا، وهتؤدي ان شاء الله لزياده معدلات التنميه في سيناء. العديد من مشروعات الطرق داخل سيناء زي طريق نفق راس النقب شرم الشيخ بطول 231 كيلومتر، المنطقه الاقتصاديه لمحور قناه السويس والمشروعات التنمويه اللي بتنفذ فيها دي طبعا بتهدف لجذب الاستثمارات ومشروعات التنميه. احنا من ضمن المشروعات اللي اتنفذت فيها قناه السويس الجديده، تطوير مواني زي ميناء شرق بورسعيد، العريش، العين السخنه، انشاء مزارع سمكيه، مناطق لوجستيه، مناطق صناعيه، منطقه وادي التكنولوجيا من المناطق الصناعيه المتميزه، انشاء طرق، محطات كهرباء، بالاضافه لانشاء محطات معالجه الصرف الصحي لاستغلالها في الزراعه. احنا عندنا اكبر محطه مياه معالجه ثلاثيه على مستوى العالم، وهي محطه مياه بحر البقر بطاقه 5.6 مليون متر مكعب، دي بتكفي لزراعه 400,000 فدان لوحدها، بالاضافه للعديد من مشروعات المياه الشرب والشبكات الشرب ومشروعات الصرف الصحي. احنا عندنا هنلاقي الدوله انشات مدن الجيل الرابع في مدينه سلام مصر شرق بورسعيد، مدينه رفح الجديده، الاسماعيليه الجديده، وفي مخططات لتطوير مدينه سانت كاترين ودير العبد الجديده، ان شاء الله هتبتدي مع بدايه العام الجديد، العام المالي الجديد ممكن يبقى فيه ان شاء الله شغل فيها، مشروعات في جميع المجالات لتنميه. المفروض يعني سانت كاترين الحقيقه كان سياده الرئيس مهتم بيها جدا، المفروض انها هتبدا امتى وتخلص امتى؟ سانت كاترين الجديده الشركات فعلا ابتدت تستلم المواقع. الانتهاء دلوقتي مرحله الانتهاء من التصميمات التنفيذيه والتنسيقات اللي مطلوبه، وان شاء الله الشغل هيبتدي خلال الشهر الحالي ان شاء الله. ده في عمليه التنفيذ ان شاء الله. هل يا باشمهندس قابلتكم مشاكل داخل سينا وانتم بتعمروا وبتعملوا الانجازات دي كلها؟ هي كانت بتقابلنا مشاكل كتير قبل كده، احنا عارفين الفترة 2014 خلال عام 2014 على مستوى مصر بالكامل وخصوصا منطقة سيناء، كان عملية دخول الشركات داخل سيناء وما يشاع من ان في ارهاب وان الاعمال اللي بتقوم بيها الدولة مستهدفة، ده كان بيأثر على معدلات التنفيذ وعلى الشركات اللي تشتغل هناك. الحمد لله مع مرور الوقت والاستقرار الناحية الأمنية الموضوع ده انتهى تماما. كان عندنا برضو بعض المشاكل في موضوع توصيل الخامات والعمالة من
الغرب الى الشرق داخل سيناء للتنفيذ. كانت الشركات على مستوى سيناء كانت من اهالي سيناء ذات نفسها، كان العدد برضو محدود. الحمد لله بقى في توسع وبقى الاعتماد في المشروعات داخل سيناء على الشركات من اهالي سيناء وصلت نسبة حوالي 80% من المشروعات اللي شغالين فيها بتقوم بيها شركات أساسها داخل سيناء ومن أهالي سيناء ذات نفسها. طيب بالنسبة بقى للمشروعات المرتبطة بالزراعة بالصناعة بتشغيل الأيدي العاملة، وصلنا لغاية فين؟ وحضرتك يعني أنا عايز أتكلم جزئية مثلا، يعني أنا في الجهاز المركزي للتعمير أحد أجهزة الدولة. الجهاز المركزي للتعمير من عام 2014 حتى الآن عمل مشروعات على مستوى الدولة 65 مليار جنيه، منهم حوالي 19 مليار جنيه لصالح سيناء ومدن القناة، يعني ما يعادل 25% من حجم الاستثمارات اللي قام بيها كان لصالح أهالي سيناء ومدن القناة. المشروعات كانت بتهدف سواء التنمية على مستوى مدن القناة أو داخل سيناء، وكان من الهدف الأساسي بتاعها تلبيه الاحتياجات لأهالينا داخل سيناء. فكان في مشروعات معينة تهدف لصالح خدمة أهالينا في سيناء. أول حاجة بالنسبة للإسكان، في إسكان بدوي ده يناسب المواطن داخل المدن الرئيسية داخل سيناء، بالإضافة للإسكان الاجتماعي اللي اشتغل فيه الجهاز. تنفيذ مشروعات تنمية متكاملة داخل سيناء، احنا عملنا 28 مزرعة تنموية داخل سيناء. المزرعة دي بندرس مع الري المناطق اللي بيتواجد فيها مياه جوفية، وبنعتمد على الآبار، وبنعمل مناطق زراعية حوالي بحدود من 50 ل 100 فدان، بالاضافه لاستزراع سمكي بتبقى منها تعتبر خزانات للمياه الجوفيه، وفي نفس الوقت بنربي فيها اسماك، وفي نفس الوقت المياه بتاعتها بنستغلها مره ثانيه في الزراعه. في عاملين مشروعات على مستوى الدوله في 22 تجمع تنموي داخل سيناء، قامت بتنفيذهم القوات المسلحة بمشاركة بتعاون مع الجهاز المركزي للتعمير في الإشراف. التجمعات دي بتستهدف شمال ووسط وجنوب سيناء، دي تعتبر مناطق تنموية جديدة هيبقى توفر فيها أنشطة زراعية، أنشطة تصنيع زراعي، هتعمل على جذب مواطنين من الوادي والدلتا، بالإضافة لتشغيل عدد كبير من أهالينا داخل سيناء. وبالفعل تم الانتهاء من 18 تجمع وافتتاحهم في شهر نوفمبر الماضي، كانت الرئيس افتتاحهم، وفي 4 تجمعات شغالين فيهم، بالإضافة لأن التجمعات اللي انتهت أمر سيادة الرئيس بمضاعفة عدد المنازل البدوية اللي موجودة فيها، وبالتالي مضاعفة المستفيدين منها، وكل مستفيد منها هيبقى موجود هيخصص له قطع أراضي زراعية وصوب زراعية كمصدر رزق وفرص عمل لأهالينا داخل. نعم، بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات المهندس عمرو عبد الهادي رئيس المكتب الفني بالجهاز المركزي للتعمير. والحقيقة التنمية في سيناء ده أمن قومي، يعني مهم جدا ان احنا بنكون واحنا بنبني برضو في القاهره وبنبني في العاصمه الاداريه، سيناء امن قومي مصري مهم جدا، فعلى قدم وساق بيجرى التنميه داخل سيناء، وطمنا الحمد لله ان الامور بتجري كما ينبغي ان يكون. قلت لكم في البدايه ان احنا هنتكلم عن تمكين المراه والدور اللي بتعمله المراه في الفتره الحاليه، وقد ايه الدوله بتهتم بالمرأة وإزاي قدرت المرأة الحقيقة أنها تحصل على حقوق ومكتسبات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيرها طبعا قرار الرئيس ببدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة مع بداية العام القضائي اللي هيبدأ إن شاء الله في أول أكتوبر 2021، وده بعد ما بدأ بالفعل اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنفيذ هذا الأمر. عين المرأة الحقيقة في مجلس الدولة والنيابة العامة هما أحدث المكتسبات، ولكن مش هتكون آخر المكتسبات اللي بتحصل عليها المرأة، أكيد القادم كثير جدا وبننتظره،
طول ما احنا عندنا القدرة على الوصول وتحقيق يعني عدد كبير جدا الحقيقة من الطموحات والأمال والأحلام، أكيد إن احنا إن شاء الله في داخل جمهورية مصر العربية هتحصل المرأة على العديد والعديد من المكتسبات. معنا دلوقتي الحديث أكثر حول تمكين المرأة والمكتسبات اللي حصلت عليها وإيه هو القادم إن شاء الله أو المتوقع. معنا دلوقتي النائبة مرفة محروس عضو مجلس النواب. مساء الخير. مساء النور يا فن. ازيك عامله ايه؟ طبعا يعني وجودك داخل البرلمان ويعني ده جزء كبير جدا من مكتسبات المراه في الفتره الاخيره، كلمينا كده انت شايفه ازاي المراه حصلت على مكتسبات في الفتره الاخيره وايه هو المفروض او المتوقع في الفتره القادمه؟ الحقيقه المراه بدايه من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني نقدر نقول من 7 سنوات، وكأن الدولة وضعت بين عيونها ملف هام جدا وهو الانتباه للمرأة المصرية. شاهدنا ده على فترات ماضية بأكتر من قرار، ولكن كان بدايتها عام 2017 اللي الرئيس أصدره عام للمرأة المصرية، وبي الدولة كللت كتير من الجهود، ويمكن أنا بشوف أن الجهود دي اتكللت على 4 محاور رئيسية. المحور الأول وهو وجود الاستراتيجيات الوطنية اللي أطلقتها الدولة للمرأة، سواء كان على ملف الاستراتيجية الوطنية 2030 لتمكين المرأة سياسيا أو اقتصاديا، أو الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والختان. تاني حاجة كان عندي هناك العديد من المبادرات الخاصة بالحماية الاجتماعية اللي أصدرت بالتنسيق مع وزارة التضامن من أجل المرأة، زي شفنا منها تكافل وكرامة، وشفنا منها 2 كفاية، وشفنا منها يعني مبادرات خاصة بالمشروعات الصغيرة للمرأة، واللي بيها تمتع ملايين من السيدات المصريات بهذه المبادرات. أيضا شهدنا ثالث حاجة من الجهود كان المبادرات الرئاسية، واللي بيها السيد الرئيس نفسه كان على اهتمام بالمرأة المصرية، وشهدنا فيها 100 مليون صحة، شهدنا فيها أيضا مبادرات للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، شهدنا مبادرة سجون بلا غريمات واللي اهتم بيها سيادة الرئيس بذاته، وشهدنا مبادرة أيضا صحة مصر أو صحة المرأة هي صحة مصر للقضاء على الأنيميا والأمراض المصاحبة لكثرة الإنجاب للمرأة. كان على الغرار الرابع واللي كان بشوفه هو حصاد لتكليل هذه الجهود الثلاثة، وهي التشريعات، ويمكن ده دورنا أكتر في مجلس النواب، وحدثي بلا حرج على كم القوانين والتشريعات التي أصدرت لإنصاف المرأة منذ 7 سنوات وحتى الآن، بداية من التعديل الدستوري واللي شاهدنا فيه حوالي 20 محور اتكلموا عن المرأة المصرية، في حين ان احنا كنا في عصر الاخوان كنا بنتكلم عن محور في الدستور واحد فقط وقد واهمل ايضا، لكن وجدنا هناك عملية تمكين بنسبة 25% سواء للمجالس المحلية او للنيابية، شهدنا برلمان لم يسبقه من قبل وجود نسبة تتراوح حوالي 27% الان، شهدنا ايضا تشريعات خاصة بتغليظ العقوبة ضد ختان الاناث وضد اي عنف يوجه ضد المرأة، أيضا قانون الخدمة المدنية اللي لغى فيه أي تمييز ممكن تتعرض له المرأة داخل عملها، سواء كان على تمييز بمقابل الجنس أو بمقابل الدين، وأعطاها كل الحقوق داخل عملها. شهدنا أيضا قانون انتفض للمرأة المصرية، ويمكن ده صدر منذ أيام قليلة، وهو تغليظ العقوبة للختان ضد الإناث، وأيضا قانون المواريث اللي بي يعني جهدنا كتير قدام عادات موروثة موجودة في خاصة في النجوع والقرى اللي كانت بتمنع حق المرأة في أن يكون لها ميراث، وده يعني من ضمن الانتصارات الجديدة. أيضا الانتصارات اللي حضرتك يمكن أشرت إليها في مقدمتك الكريمة عن وجود سيدات عظيمات موجودات في داخل مفاصل الدولة المصرية لم تكن موجودة من ذي قبل، يمكن آخرها القرار اللي صدره الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام بوجودها في مجالس النيابية ومجلس الدولة أيضا، وكان قبلها وجودها في النيابة العامة، وأيضا الوزيرات والنائبات الموجودات، واللي بلا شك أعطوا قدوة حسنة كبيرة لفتيات مصر وكل حليمات مصر من
فتياتها ومستقبل مصر اللي هيكون في حالة مزدهرة في حالة وجود واستمرار هذه القدوات. هل لسه شايفة في مصاعب بتقابل المرأة داخل المناصب اللي بتحصل عليها؟ يعني هل احنا محتاجين لتشريعات أكثر علشان حماية المرأة سواء كانت في عملها أو أثناء تحركها في الشارع؟ مفيش شك ان كل جديد بيقابله نوع من انواع الرفض او حتى القبول، ولكن القبول المتدرج. فطبيعي وجود المرأة بكم هذا الازدهار والتمكن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد لقى بعض التحديات والصعوبات، وخاصة في الكرة والنجوع او حتى في الشارع المصري، ولكن يعني حينما يصبح الامر شيء اعتيادي وشيء طبيعي سيصبح لدى المجتمع صورة ذهنية طبيعية عن وجود المرأة في اي مكان. فانا شايفة ان اي تحديات هي تحديات مؤقتة، ولكن علينا الاستمرار على تسليط الضوء على كل النماذج الناجحة حتى نساعد في ترسيخ الصورة الذهنية لدى المواطن ان كل ما يتم من تمكين هو ليس تمكين شكلي ولا مجرد ايقونات تكلل بها الأعمال السياسية، ولكن هو نتاج جهد ونتاج استحقاق للمرأة المصرية. المرأة طبعا في الريف والقرى لها حقوق، والحقيقة احنا عندنا دلوقتي حياة كريمة وهي بتحاول تعوض المرأة عما فقدته في الفترة الماضية الحقيقة، لكن ازاي بيتم تمكين المرأة بقى، او ازاي من المفترض ان هو يتم تمكين المرأة سواء كان داخل القرى او الريف؟ شايفة هي محتاجة لإيه اكتر؟ محتاجة أولا يعني دور الإعلام دور كبير جدا، وده يمكن أنا يعني فرصة أن أنا ناشد الإعلام من خلال منبرك الكريم، هو التوعية الأساسية، هو القوة الناعمة اللي بيها نقدر نتخلل لكل العادات والموروثات القديمة ونقوم بإجهاضها فورا. تسليط الضوء من خلال الإعلام على نماذج ناجحة، على قدوات استطاعت أن تعبر المنافذ الدولية وأيضا المنافذ المحلية، ده هيخلي زي ما انا قلت صورة ذهنية في الريف وفي المنتجعات وحتى عند الفتيات الريفية ان وجودهم اصبح امر اساسي وليس مجرد امر تكميلي، وده اللي بدوره هيحصل بيه التوعية، والتوعية هي السلاح الاخطر اللي انا محتاجينه علشان نواجه كل التحديات الموجودة. انا شايفة ان المرأة المصرية لا ينقصها شيء غير التوعية، عندنا فتيات في كامل الذكاء، عندنا فتيات بكل التخصصات، عندنا فتيات قادرات على الوصول في كل المناصب وقادرات على الإثبات، عندنا مرأة مصرية داخل الأسرة المصرية هي من أكبر يعني النماذج في العالم الأكثر أصول والأكثر تحريك للمجتمع، فإحنا لدينا كل المقومات، لكن ينقصنا فقط إدارة الوعي بشكل يجعلنا قادرين على مواجهة كل التحديات. شايفة إيه المشاكل اللي لسه بتعترض المرأة لغاية دلوقتي؟ يعني لسه في ختان إناث برضو في بعض المناطق، لسه في بعض المشاكل، يعني شايفة أكتر المشاكل دي المفروض إنها بيتم مواجهتها بقى من خلال وجود البرلمان المصري، من خلال دورك كبرلمانية، إيه أبرز المشاكل اللي ممكن تتحل من خلال وجودك كبرلمانية؟ مفيش شك ان احنا لسه عندنا بعض الموروثات الكبيرة اللي بنجني ثمارها الى الان، واللي يقول غير كده هو بيرغب في توريد الامور، وده انا ضد فكرته تماما، لانه في النهاية مش هيخلينا نضع نصب اعيننا الحقيقة اللي بيها نقدر نكمل الاصلاح. لكن نموذج اللي حضرتك اشرت عليه ختان الاناث، لو جيتي عملي مقارنة كده بين الماضي وبين الحاضر هتلاقي مقارنة بين الابيض والاسود، يعني نسبة كبيرة جدا من ختان الإناث قلت، نسبة وعي كبيرة جدا لدى الأمهات بالمخاطر اللي بتعود على بناتهن وعلى أنفسهن، نسبة كتيرة لدى أولياء الأمور أيضا بمخاطر هذه العادة، ولكن لازال هناك بعض القليل، وهنا يأتي دور السلاح الأقوى وهو سلاح التوعية. وأما على مدار التشريعات أنا بشوف إن التشريع هو قام بدوره من خلال تغليظ العقوبة، ولكن السؤال الأهم، هل سيتم تطبيق القانون في عادات لم ندركها بعد؟ يعني هل إحنا وصلنا للمرحلة اللي ممكن بيها نكتشف الفاعلات لهذا الجرم؟ هو ده سؤال يعني انتقادي أو سؤال جدلي إحنا لسه مش عارفين نجاوبه. قانون يأتي دوره بعد الوعي وليس قبل الوعي، علشان كده أنا بشوف إن البرلمان دوره مهم طبعا في وجود التشريعات والقوانين، ولكن دون الحراك المجتمعي ودون إدراك المجتمع لخطورة هذه الجرائم سيكون بالنسبة لنا القوانين هي مجرد أحبار على الورق دون تفعيل. لا شك أيضا إن قانون الأحوال الشخصية واللي دلوقتي كنت لسه هسألك عليه عليها جدال محتاجة الإنصاف.
وصلنا لغاية فين، والمفروض أن في عدد كبير جدا الحقيقة من النساء داخل البرلمان، يعني لهم دور مهم جدا في أن يكون هذا القانون في الفترة الحالية ينصف المرأة والرجل على حد سواء، ويكون اتجاهه لإنصاف الأطفال الحقيقة، لأن هم في الحقيقة هم أكثر المضارين من القوانين الماضية. مع حضرتك حق طبعا، هي كلها بتبقى أخطاء بين الوالدين أو ربما سوء توفيق، ولكن يجني ثماره هو الأطفال. لذلك أنا شايفة أن قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين اللي احنا بنشتغل عليها، وحتى من خلال نواب التنسيقية عملنا مبادرات يعني الاستماع لأهمية الثغرات الموجودة داخل القوانين، واللي بالمناسبة احنا مش هدفنا اننا ننصف المرأة عن الرجل، احنا هدفنا اننا ننصف الزوج والزوجة من اجل استقرار حياة اطفال ومن اجل استقرار وضع مجتمعي وضع في الزوجين. لذلك أنا بدوري من ضمن 27% تقريبا من نائبات البرلمان، احنا بنعد كل المشاهدين والمشاهدات اننا نبذل كثارة جهدنا للوصول الى قانون يعني اكثر مثالية، لان طبعا ما فيش مثالية مفرطة، ولكن اكثر دقة للوصول لقانون مثالي. وايضا سيادة الرئيس في احد يعني تصريحاته اكد على ان قانون الاحوال الشخصية بالذات اي قانون يخص المرأة المصرية لن يتشارك في اخراجه الا اذا كان منصف للمرأة، ودي كانت رسالة طمأنينة ورسالة حب من أب لكل أبنائه وبناته الموجودين. فلذلك تتضافر الجهود وستشترك كل الجهود سواء على مستوى التنفيذي أو على المستوى البرلماني من أجل إخراج القانون بصورة تريح الأسرة المصرية على السواء، سواء كان الزوجة أو الزوج، وعدالة منصفة للأطفال. طيب هل في تعاون ما بين البرلمانيات داخل البرلمان المصري وبين المجلس القومي للمرأة؟ يعني تشوفوا من خلال المجلس ايه اكتر المشاكل اللي بتتعرض لها المرأة، ايه اكتر المضايقات اللي بتعاني منها، وبالتالي بيترجم ذلك الى قوانين والى تشريعات داخل البرلمان تتبناها بقى المرأة المصرية داخل البرلمان؟ هل في تعاون بيحصل؟ من ضمن أهم الانتصارات هي كان وضع قانون للمجلس القومي للمرأة، وده كان من أحد التشريعات المهمة المنصفة للمرأة. علشان كده ما فيش شك إن دائما المجلس على تواصل مع المجلس القومي للمرأة. احنا كلجنة حتى حقوق الإنسان كان لدينا لقاء مع دكتور مايا مرسي قريبا، وكان اللقاء بشأن إزاي نصل لحقوق المرأة بدون إهدار ليها، سواء كان على مستوى العنف الجسدي أو على مستوى العنف النفسي أو على الإزاءات المادية اللي بتلاقيها نتيجة زيادة كثرة الطلاق أو زيادة التشرد للأطفال. واللي بيب دورنا بنحاول نصل لجهود مشتركة، لأن المجلس القومي للمرأة هو مرآة عكسة للمجتمع دي، بتتم من خلال قسم الشكاوى رؤية لمجتمعية لكل الحالات اللي موجودة، فبالتالي هو بيديني مؤشر أو بيكون ليا بوصلة داخل البرلمان علشان أقرأ المجتمع قراءة موضوعية دون يعني بمحاولة من الإنصاف. فبالتالي التضافر بين الجهدين هيكون مثمر أو هيساعد في إخراج القانون بصورة منصفة. نعم، بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات النائبة مرفة محروس عضو مجلس النواب. وزي ما قلنا لحضراتكم أن المرأة الحقيقة على مدى 7 سنوات تدرجت، يعني أخذت عدد كبير جدا من المناصب ومن المكتسبات، ولسه القادم أفضل إن شاء الله. احنا بقى في البداية اتكلمنا مع حضراتكم عن طبعا المعدات المصرية اللي بدأت توصل الى قطاع غزة علشان اعادة اعمار غزة، ودلوقتي بيحدث على قدم وساق وصول عدد كبير جدا من المعدات المصرية في بداية للعمل داخل قطاع غزة من اجل ازالة اثار الدمار الموجودة والبدء بالفعل في اعادة اعمار غزة بجهد مكثف. على مدار الساعة لسه في صور حقيقة هتوصل لنا واللي بيحصل، وزي ما احنا شايفين مع حضراتكم دلوقتي على الشاشة بدأت بالفعل المعدات توصل إلى قطاع غزة أهو زي ما حضراتكم شايفين، وبدأ عدد كبير جدا الحقيقة من الأيدي العاملة تبدأ إزالة آثار الدمار اللي كانت موجودة داخل القطاع. النهارده بكره ان شاء الله منشط جديد مع رانيا هاشم، الى اللقاء.